صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، إن دائرة الموارد البشرية بالشارقة ومن خلال انطلاق فعاليات المؤتمر تمضي في مشروعاتها الاستراتيجية نحو تطوير الموارد البشرية، ولأهمية المؤتمر وما يتيحه من تواجد للخبراء والمتخصصين في الموارد البشرية، فإن ضيفنا في هذا المؤتمر والمتحدث الرئيس هو رجل له إسهامات كبيرة في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب وغيرها من الإنجازات، وهو أول من أدخل علوم الملكية الفكرية في الوطن العربي. منح ضيفنا الكريم لقب قائد المحاسبة العربية، وهو المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، حصل على شهادات فخرية وأوسمة، ومن أبرزها وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى ووسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس. ندعو الآن سعادة الأستاذ الدكتور طلال أبو غزالة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، شرف كبير لي أن أقف اليوم بين يديكم وأن أخاطبكم من القلب وليس من نص مكتوب. أنا الذي حظي بشرف متابعة مسيرتكم في بناء الإنسان وكل ما يحتاجه الإنسان من حجر ونبات، ومن عظيم الحظ لمجموعة طلال أبو غزالة أن تكون ولدت في نفس العام الذي توليتم فيه سموكم قيادة هذا البلد العزيز. ونحن اليوم نفخر أننا بفضل دعمكم ورعايتكم وتوجيهكم، وقد تعلمت الكثير من مرافقتي لسموكم، مما جعلنا نفخر اليوم بأننا إحدى أكبر مؤسسات الدنيا في مجال الخدمات المهنية والتعليم، والأكبر في العالم على الإطلاق في العديد من نشاطاتها ومنها نشاط الملكية الفكرية. لقد أصبحت الشارقة بفضل قيادتكم مرارة علمية بارزة، وأصبحنا بفضلكم أيضاً نتشرف بأن نكون في خدمة هذه الإمارة منذ تأسيس مجموعتنا. سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، لقد أبدعتم في اختيار عنوان هذا المؤتمر، وهو الأحب إلى قلبي، مجتمع المعرفة، وأبدعتم في تنظيمه وكرمتموني بأن أكون أحد المشاركين فيه. سعادة الدكتور حميد مجهول النعيمي، شكراً لاستضافتكم في عرينكم هذا. استأذنت سيدي صاحب السمو بأن أكون جريئاً فيما سأقوله، وسمح لي بذلك، فأرجو أن تتوقعوا مني ما قد لا يعجب البعض، ولكني أقول أن الأهم أن نعجب الحقيقة. كان أفلاطون يقول: أحب سقراط ولكنني أحب الحقيقة أكثر. المحور الأول من مؤتمرنا هذا عن مجتمع المعرفة. تعريف المجتمع المعرفة، كان لي شرف أن تعرفت على بيل جيتس منذ بداية انطلاقته المباركة التي غيرت الكثير في هذا العالم، ووصف لي مجتمع المعرفة بأنه المجتمع الذي يحرك كل شيء فيه، جهاز الإنترنت كما هو الجهاز العصبي في جسم الإنسان،
لنا عضلات وقلب وعقل وكله، إنما كل ما فينا يتحرك بجهازنا العصبي. ومجتمع المعرفة هو المجتمع الذي يعمل بالإنترنت في كل جوانب حياته. هذا من حيث التعريف. أما الآن وقد وصلنا إلى مرحلة ما يسميه أيضاً بيل غيتس، وتشرفت عدة مرات بأن اشتركت معه في ندوات عامة، يقول أننا سننتقل من عصر تقنية المعلومات والاتصالات اللي نسميها التكنولوجيا إلى ما هو أهم. وفي سؤال سألته له: ماذا تسمي هذا القرن، أي حتى نهاية هذا القرن؟ قال: سننتقل من تقنية المعلومات والاتصالات إلى الذكاء المصطنع، الارتيفيشال انتليجنس، وسيصبح مجتمعنا ومن يعيش فيه معنا حولنا من أشياء، كل ما في هذا المحيط من أشياء سيصبح محيطاً واحداً. سنتكلم مع الأشياء ونتحاور معها أكثر مما نتكلم مع البشر أمثالنا. فإذا نحن مقبلون على عالم مختلف تماماً عن الذي نعيشه، وبتعبيره أيضاً أننا ما زلنا في مرحلة البلامينج. إحنا الآن لسه عم نركب المواسير والأجزاء تحت الأرض، أما ما هو قادم فهو أكبر بكثير مما شاهدناه. الأشياء ستصبح ذكية، لن أحتاج أن أعدل هذه الطاولة لتصبح على طولي وأنا إنسان قصير، ستعدل نفسها. لن أحتاج إلى أن أقوم بأشياء كثيرة لأن أشياء ستقوم بها نيابة عني. ولكن هنالك أخطار، وبدأت جامعة كامبريدج مثلاً بمشروع سمته ترمينيتر، وهو لأخذ الاحتياطات عندما تصبح الأشياء أقدر من الإنسان وتسيطر على الكون. يعني هنالك توقع بأن الروبوتس، وهو أحد نتاجات الارتيفيشال انتليجنس، أن يصبح الروبوت قادراً على تطوير نفسه. الآن الروبوت نحن نصنعه، المرحلة التالية سيصنع نفسه ويطور نفسه نتيجة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي سيأتي يوم قد يصبح هذا الروبوت خارج عن سلطتنا. وهذا الكلام قاله شكسبير من مئات السنين: We often create instruments that are used against us. فيجب أن نتوقع هذا المستقبل، إنما هو حقيقة قادمة ولا بد من التعامل معها. بيئة الأعمال، وهو موضوع مهم، لا مكان في هذه الدنيا إلا للشركات المعرفية. لن يكون هنالك مجال لأي رزق أو نجاح لشركة إذا لم تكن شركة معرفية، بمعنى أنها تدير أعمالها كاملة بالطرق الذكية. الناتج القومي لأي دولة سيحدده مستوى المجتمع المعرفي في الدولة. إحدى منظمات الأمم المتحدة الـ ITU الآن لا تبحث عن الدول النامية والدول المتقدمة، تصنف الدول بمن فيها من الديجيتال سيتيزنز، أي كم عدد المواطنين الرقميين في البلد، وهو الذي هو يقرر مستوى تقدم هذا البلد، عدد المواطنين الرقميين. أكبر شركات الدنيا لم تعد شركات نفط ولا عقار ولا طيران ولا بنوك. هنالك شركات كبرى في العالم، طبعا معروفة لكم جميعا: أمازون، سوفتوير، جوجل، أبل، مايكروسوفت، فيسبوك، تتنافس من منها في عام 2020 سيسبق بأن يصبح حجمه 1 تريليون دولار، 1000 مليار، أي أكبر من حجم دول مجتمعة مع بعضها، شركة واحدة. هذا هو مستقبل بيئة الأعمال. فإذاً المستقبل فيه صنع الثروة لن يمكن إلا من صنع المعرفة.
من يصنع المعرفة سيملك الثروة. ليس هنالك مادة أخرى في المستقبل لصنع الثروة إلا المعرفة. بناء القدرات، نتكلم عن التعليم، انتهى التعليم، الآن انتقلنا إلى مرحلة التعلم، ونحن نعرف، ولا أريد أن أحبط الطلبة بأن لا يكملوا دراساتهم. إحنا نسمع عن الدروب أوتس، منهم بيل جيتس وستيف جوبز وزوكربيرغ، لم يتابعوا دراستهم الجامعية لأن الجامعة لم تقدم لهم أكثر مما يستطيعوا أن يدرسوه هم في عالم المعرفة. فإذن المستقبل هو للتعلم وليس للتعليم. ما هدف التعلم أو التعليم؟ كان هدفنا أن نخرج متعلمين، انتهى هذا الموضوع. هدف التعليم أو التعلم هو خلق بيئة إبداع. يجب أن يكون هدف من نعلمهم أن يصبحوا إنساناً مبدعاً، مش يكون إنسان متعلم، أي أن يكون إنساناً مخترعاً. أي هدف للتعليم غير أن تكون تريد أن تصبح مخترع هو هدف فاشل. هكذا البيئة التعليم المستقبلية، أنا أتكلم عن المستقبل وهو بدأ بالحاضر. MIT أول أمس، جامعة MIT ألغت شرط الشهادة الثانوية لدخول الجامعة. أي واحد، وهذا مش جديد، يعني أنا كمحاسب قانوني قبل أكثر من 60 سنة، لم يكن مطلوباً أن يكون عندك أي شهادة لتصبح محاسب قانوني في بريطانيا، تصبح chartered accountant أو certified accountant، مش مطلوب شهادة، المهم أن تجتاز الامتحان. نحن مقبلين على نظام تعليم جديد مختلف. إذا أردنا أن نعرف أين سيتجه التعليم، ما تفرجوا على أمريكا ولا على بريطانيا ولا على أي دولة غربية إلا الدول الإسكندنافية. مستقبل التعليم يصنعه الدول الإسكندنافية. فنلندا قررت عدم تعليم اللغة العربية كشرط في المدارس ولا في الجامعات، لأنها تدعي، وأنا أوافق، أن الطفل في حضن أمه الذي يأخذ الجهاز ويتعلم أن بإصبعه أن يبحث عن المعلومة، أن يرسل رسالة، أن يستلم رسالة، هو يكتب بإصبعه على الجهاز، وهذه لغة، ويكتب لغة ويقرأ لغة. فلم يعد هنالك حاجة لأن تعلم اللغة كمادة. أيضا قررت فنلندا أن لا لزوم لتعليم المواد، جغرافيا، تاريخ، كيمياء، فيزياء، ما في لزوم. أصبحت ستعلم بما تسميه الموديل، النموذج، أي أن نأخذ الاتحاد الأوروبي، ما هي جغرافيته، ما هو نظامه الاقتصادي، ما هي نظامه التعليمي، أي أن نأخذ نموذجاً وندرسه، وأن لا ندرس مواد ننساها بعد أن نتخرج. أنا أتكلم عن التغيير القادم والجارف في مجال التعليم. احنا في مجموعتنا ابتداء من سبتمبر القادم، مجموعة طلال أبو غزالي، ستنشئ ما يسمى corporate university. هدفها هدف واحد، تعليم الإبداع. مش هنعلم مواد ولا يتخرج بدراسة مادة، يتعلم كيف يبدع في مجالات المختلفة. وسنقدم 6 برامج، كل برنامج يهدف إلى إبداع معين. أما في مجال جودة التعليم، فأنا كمان سيدي صاحب السمو، أنا أرأس في ظل جامعة الدول العربية المنظمة العربية للجودة في التعليم، وأرأس أيضاً في ظل جامعة الدول العربية المنظمة العربية للبحث العلمي، وعينت أخيراً من الأمم المتحدة كسفير للسياحة وللتنمية المستدامة، وأنا أضع نفسي بكل هذه الصفات في خدمتكم كما وضعت نفسي في خدمتكم منذ بداية عملي في هذه الإمارة المباركة. بناء المجتمع المحور الأخير،
أنا حسب الوقت بناء المحور الأخير بناء المجتمع. أتمنى لمن عنده فراغ ويريد يتسلى أن يقرأ مقابلة على صفحة كاملة أجريتها أول أمس يوم 29 مع جريدة الرأي الأردنية حول كيف نتحول إلى مجتمع معرفي، يعني نفس موضوعنا الذي يغنينا. وكي لا أطيل عليكم أكثر مما أطلت، من يرغب بالرجوع إلى هذه المقالة مفصلة في صفحة كاملة عن التوجه من تجربتنا. نحن أنشأنا، مجموعتنا أنشأت ملتقى طلال أبو غزال المعرفي، والذي يعمل فيه 1300 خبير في صياغة التحول لنصبح مجتمع معرفي في كافة القطاعات والنشاطات، لأن المشروع مشروع واحد. المجتمع المعرفي يشمل التعليم، الاقتصاد، الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الذكية التي انتقلنا إليها الآن. فإذا نحن هذا المؤتمر وموضوعه لا أبالغ إن قلت أنه أهم من كل قرارات السياسة وأهم من كل قرارات الأعمال، كيف نتحول لنصبح مجتمع معرفي. وأنا أقول بجرأة، وقلت هذا الكلام في الصحيفة، لا يجوز أن يكون الأردن، وأنا أردني أفخر بذلك بمواطنتي، ألا يجوز أن يكون الأردن مقارنة مع فنلندا في نفس الظروف، نفس عدد السكان، نفس نقص الموارد الطبيعية، ويكون الناتج القومي الأردني 40 مليار، بينما الناتج القومي الفنلندي 180 مليار؟ لأن فنلندا تصنع المعرفة ومنها تصنع الثروة، ونحن نشتري المعرفة. وهذا ينطبق على كل أمتنا العربية. أنا أخذ الأردن وأتجرأ أن أتكلم عن الأردن لأني مواطن أردني، ولكن هذا الكلام إذا قارنا نفسنا سكاناً ومواردًا وإلى آخره مع دولة مثل فنلندا، مع دولة مثل السويد، قررت، ولا أرجو أن لا يزعل مني قادة الجامعات الحكومية، قررت من عام القادم أن التعليم كله سيصبح تعليماً خاصاً، ستتخلى عن كل مؤسساتها التي تدير التعليم حكومياً لكي تحكم نظامها مؤسسات تقييم الأداء في الجامعات، ولتتفرغ الحكومة لدورها الحقيقي. التعليم كأي صناعة هو يسمى في منظمة العالمية للتجارة، نحن نسمي، وأنا على مجلس صياغة سياسات المنظمة العالمية للتجارة، نقول التجارة في التعليم، trade in educational services، trade in medical services، trade in accounting services، كل ما هو وقاء خدمة هو تجارة. فهذه تجارة نتركها للتاجرين ونراقبهم، ولا ندخل في منافسة ولا نستثمر وقت وأموال الدولة في المؤسسات الحكومية. أنا أكتفي بهذا القدر وأختم بجملة واحدة، إن كنت قد تجرأت فسامحوني، وإن كنت قلت ما لا يعجبكم سامحوني، ولكنني أقول دائما، قد يكون، قالها قبلي، أنا أخذتها منه مش قالها قبلي، وينستون تشرشل: The greatest lesson in life is to realize that idiots are sometimes right. اعتبروني idiot، ولكن قد أكون على حق. وكما أقول دائما، كل ما يتخيله العقل البشري هو قابل للتحقيق. اذكروا التاريخ، كيف بدأ التخيل بالطائرة شيء يطير، كيف بدأ التخيل بالأقمار الصناعية وأصبحت كلها حقائق. كل ما يمكن أن يتخيله عقلنا هو قابل للتحقيق، وبالتالي نحن نستطيع أن نخلق هذه الحقيقة إذا استمعنا إلى عقلنا وإذا قمنا بالعمل الصحيح. شكرا جزيلا لكم. شكرا لضيفنا الكريم سعادة الأستاذ الدكتور طلال أبو غزالة على ما تحدث به وأفاض وأفاد وأمتع.
يشرفنا الآن أن ندعو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة راعي المؤتمر، يرافقه الدكتور طارق سلطان بن خادم للصعود إلى المنصة للبدء بتكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين في معرض برنامج وفر المعرض المصاحب للمؤتمر. سعادة الأستاذ الدكتور طلال أبو غزالة المتحدث الرئيس وضيف المؤتمر للتفضل إلى المنصة لمنحه درعاً تذكارياً تقديراً لمشاركته في المؤتمر.